ثمانية نقول لك باش نقول لك أنا في بوحبوحة، لا باش يقول لك قايمين بشغلنا قادرين على شغلنا. هو الاحتياط نتاعنا هبط هبط، وصلنا ل 60 مليار مع الاستيراد تاع هذه السنة، مع الدخل تاع 24 مليار دولار تاع النفط، بقينا رانا ندورو اليوم حوالي 42 مليار دولار، 42 43 مليار دولار سي فليكتيون في شاك سيمان. كاين دي فيه ناس اللي مازال ما فهموش ان جاء الوقت ما نستورد الا الشيء اللي نحتاجه. وعلى هذا الاساس اللي انا شخصيا وقفت وطلبت من الوزير الاول باش يوقف المدير العام تاع الخطوط الجويه الجزائريه والامين العام والمغتصب، لان في الوقت اللي انا مزايرين فيه يدير لي مناقصه دوليه باش يشروا المغارف والفراشيت وهذا. وين راه نتاعنا؟ وين راه الانتاج الوطني؟ مازال الناس عايشين؟ لا ما نتهمهمش، الامور عند العداله. اذن اللعب هذا لازم يحبسوه. اما اذا كان تصرفنا في الاموال تاعنا راه عندنا عامين ولا ثلاثه حتى العالم يسترجع العافيه الاقتصاديه نتاعو، وحنا نكونوا ما بين العالم. نحن نشجعوا في الانتاج الوطني.